ゃダメ、もうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと。لو اتعرض عليك تكسب مليارات المليارات مقابل بس شوية لعب أطفال، هتوافق ولا لا؟ أبطالنا وافقوا، فتعالوا نشوف حصل لهم ايه. ولكن قبل ما نبدأ، اتأكد انك عامل لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة لو انت لسه مش مشترك، وكمان فعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبتدي. علي ديون متلتلة وعايش على قفا مامته العجوزة اللي بتمشي بالعافية، مش بيعمل حاجة في حياته إلا الأكل وإنه ياخد قروض، لحد ما بقى مديون بحوالي 400 مليون. يتلم بقى ويشتغل حاجة محترمة؟ لا، سرق فلوس من حساب مامته كالعادة وراهن بيها، علشان كان عايز يكسب فلوس كتير قوي النهاردة علشان يعرف يحتفل مع بنته بعيد ميلادها. بدأ في الرهان على سباق الأحصنة وكسب في الآخر فلوس كتيرة جدا، بقى مزقطت بيها علشان بنته طبعا. ولكن لقى اللي واخد منهم كروت بيطاردوه، فجري بسرعة منهم، ولكنه خبط في بنت عطلته فعرفوا يمسكوه. قعد يترجاهم ما يأذوهوش وان معاه جزء من المبلغ دلوقتي، فجاي يطلعه لقى جيبه اتقطع، طلعت البنت اللي خبط فيها نشالة اصلا. افتكروه بيستعبط عليهم، فمضوه على تعهد بالتنازل عن اعضائه ليهم مقابل الديون، وبعدها راح احتفل مع بنته احتفال صغير كده على القد، وهي كانت راضية بيه عادي، لحد ما روحها البيت مامتها المنفصل عنه وجوزها. رجع متنكد ان هو مقصر في حق بنته جامد، لقى راجل في المترو بيعرض عليه يلعبوا لعبة صغيرة خالص، واللي يكسب يدفع للتاني فلوس. لعبه وجي وان خسر جدا، فقال للراجل بص سلام عليكم بقى، اصلا مش معايا فلوس الصراحة. قال له عادي يا راجل ادفع بجسمك، وراح لطشه بالقلم. كمل لعبه وبقى يخسر كل شوية، وطبعا بيتضرب جامد، لحد ما اخيرا كسب هو. جاي يجري يضربه ووقفه واداله فلوسه، اللي هو انت فاكرني هفق وفقير زيك يلا ولا ايه؟ اداله بعدها كارت غريب كده وعليه رقم تليفون، وقاله لو عايز تكمل لعب وتكسب اكتر اتصل بينا. اتصل فعلا على بالليل، علشان كان محتاج يجمع فلوس لان بنته هتسافر مع مامتها وجوزها لامريكا، فهو لو معاه فلوس كتيرة يقدر ياخدها منهم لان كده هيكون مسؤول عنها. جات له عربية فخمة كده، اول ما ركبها اتخدر واغمى عليه، فلقى نفسه في مكان غريب وحواليه ناس كتير كلهم لابسين نفس اللبس، وعلى كل واحد مكتوب رقم وشاشة عليها رقم الاشخاص اللي موجودة. طلعوا 456 شخص، هو الاخير. ولقى راجل عجوز كده مكتوب عليه ان هو الاول، قعد يرغي معاه وعرف منه ان هو جاي يلعب وبيع الليله، اصله كده كده هيموت من الورم اللي في دماغه، فمش فارقه بقى. بيلف وشه ولقى بلطجي بيتخانق مع بنت، جري زق البلطجي ولقى ما دافعش عن البنت، ده مسكها عايز يضربها لانها النشاله اللي سرقته. جاله البلطجي وكان عايز يتخانق معاه علشان زقه، ولكن دخلوا فجاه مجموعه من المقنعين المكان يرحبوا بيهم ويشرحوا لهم انهم هيلعبوا 6 العاب على مدار 6 ايام، واللي يكسب في الاخر ليه جايزه ماليه قيمه. ولكن بدأت الناس تعترض ان هم خدروهم وخدوا موبايلاتهم، وده شبه اختطاف، فازاي يعني هيثقوا فيهم؟ فبدأوا المقنعين يعرضوا معلومات كل واحد فيهم والديون المتراكمة عليه، واللي هو انتم مش قدامكم حل غيرنا اصلا. فاقتنعوا كلامهم ومضوا على اتفاقية اللعب واللي فيها قوانين لازم يلتزموا بيها. وافق الكل وخدوا لهم صورة لطيفة ونقلهم لمكان اول لعبة، فلاحظ جيوان هناك ان ابن جارته المثقف اللي هو فاهم انه عايش عيشة فل موجود برضو مديون زيه زيهم، فحاول يفهم منه ازاي ده حصل، ولكن قال له بعدين بعدين. بدأوا يشرحوا لهم اللعبة، وهي اشارة حمراء اشارة خضراء، في تمثال قدامهم كده عبارة عن بنت، طول ما هي مديهم ظهرها وبتغني قدروا يتحركوا براحتهم علشان يعدوا الخط اللي هو جنبها خط النهاية، لكن اول ما توقف كلام وتلف وشها يقفوا عن الحركة تماما، واللي هيعمل اي حركة هيكون برا اللعبة. اعتقد مفيش اسهل من كده. تحمسوا وبدأوا اللعبة، ولكن في ناس خسرت وتحركت فاتضربوا بالنار، اتقتلوا قصاد عينيهم، طلعت الخسارة بتساوي الموت. طبعا كله اترعب وبقوا عايزين يهربوا من المكان، ولكن اي حد كان بيتحرك ولو حركة بسيطة بيتقتل فورا. فالباقي يا عيني بدأوا يحافظوا على هدوءهم ويكملوا لعب، لان وقت اللعبة كان قرب يخلص والخط لسه بعيد جدا عنهم. بدأ يوصل ناس لنهاية اللعبة ويكسبوا، ولكن فضل جيوان اللي كان هيقع ويتقتل، ولكن في ولد اجنبي عرف يمسكه كويس وعدوا هما الاتنين سوا الخط في اخر ثانية، اما اللي معرفوش يعدوا فتقتل قصادهم. رجعوا تاني للأوضة واكتشفوا ان اللي مات منهم 255 واحد او لاعب على حسب كلام المقنعين. الكل بقى يترجاهم يسيبوهم في حالهم بدل ما يقتلوهم، ولكن الرد كان ان ده ضد القواعد، واي حد عايز ينهي اللعبة كده يعتبر خسران، والخسران عندنا بيتقتل زي ما احنا عارفين يعني. فكله خاف اكتر، لحد ما طلع جار البطل اللي اسمه قال لهم في بند في الاتفاقية بيقول لو الاغلبية وافقت على الانسحاب اللعبة تتلغي. فقالوا له حاضر هنعمل تصويت، ولكن قبل ده هنقول لكم الجايزة بتاعت اول لعبة. وطلعت مليارات كتيرة قوي، لان كل لاعب خسر بيتحط بداله 100 مليون، فمات كتير قوي، فالفلوس بجد كتيرة.
وعرفوهم قبل التصويت ان لو انسحبوا الفلوس دي هتتوزع على اهالي الناس اللي ماتت. فطبعا بقى في ناس تقول ازاي يخرب بيت الظلم، احنا اللي فزنا وفي الاخر هم اللي يكسبوا. فطبعا في التصويت كتير اختار يكمل، منهم وزت نفسه، اما جيوان فاختار يروح بيته لامه احسن. ولما جه الدور على اخر صوت اختار جده ده ان هو يروح برضه. رجعوهم او بمعنى اصح رموهم على الطريق، وكل واحد رجع لحياته تاني اللي للأسف كانت مليانة مشاكل. جيوان مثلا اكتشف ان مامته عندها السكر وما لقاش حد يساعده، اما الولد الاجنبي علي فاتنصب عليه في مرتبه من المدير. لما اعترض لبس في جريمة وبقى مطلوب القبض عليه وحاجات كتير بقى كده. فاتصلوا بيهم من تاني يكملوا اللعب، وجات العربيات وخدتهم، واللي كان بيراقب العربيات دي هو الضابط ده اللي سمع جيوان بيبلغ عن اللي حصله في القسم، ووراهم كمان بطاقة شبه الكارت اللي لقاه في اوضة اخوه المفقود. معنى كده ان لو كلام جيوان صح فاخوه خطف من المنظمة دي. ففضل مراقب العربيات لحد ما قدر يطلع على العبارة كمان اللي خدت العربيات كلها ورايحة لمكان مجهول. الطلب من الجنود وقتها يتأكدوا من شخصيات اللاعبين، فبدأوا يتأكدوا لحد ما وصل جندي للضابط اللي كان عامل نفسه متخدر زي الباقي، ولكن الجهاز متعرفش عليه. فاستغرب قوي الواد، ولكن الضابط لحقه على طول قبل ما يفضحه وقتله ورمى في البحر بعدها، وخد هدومه ولبسها هو، حشر نفسه بين الباقي لأن كله مش عارف وش التاني فعادي بقى. وصلت العبارة لجزيرة مهجورة وبدأت الجنود تفتش وتلبس اللاعبين، كل ده وهم متخدرين كلهم. ولكن البنت النشالة نصحة وما كانتش متخدرة، فقدرت يبقى معاها سكينة من غير ما يلاحظوا في التفتيش. فقوم للتخدير بعدها وجون لقى الراجل العجوز فبدأ يرغي معاه كالعادة، ولاحظوا الاتنين ان عددهم بقى 187 بدل ما كانوا 201، معنى كده ان الباقي مجوش. بدأ الكل يكون فريق لنفسه، فجيوان عمل فريق مع علي الولد الأجنبي وكمان جاره وكمان الراجل العجوز، والبلطجي برضو بدأ يجمع رجالة وعملهم فريق، وكان عايز كمان يضم البنت النشالة ولكنها رفضت. أما الست دي فتحايلت عليه إن هو ياخدها، وعملت فضيحة وصداع بالليل علشان تدخل الحمام، ولما فتحوا لها الباب راحت معاها النشالة اللي طلعت من فتحات الهواء تستكشف المكان، وما شافتش غير المطبخ والجنود فيه بيدوبوا السكر، فرجعوا هما الاتنين من غير فايدة خالص. صحيوا تاني يوم وبدأوا ينقلوهم لمكان اللعبة الجاية، فوو راح للنشالة يسألها شافت ايه، فقالت له كانوا بيدوبوا السكر، ما فهمش حاجة، بس لما دخلوا الملعب فهم اللعبة، وبدل ما يفهم باقي فريقه عمل نفسه مش عارف حاجة. وكان قدامهم اربع ابواب كل واحد عليه شكل، مثلث، نجمة، شمسية، دايرة. اقترحوا ان كل واحد يختار شكل مختلف، واختار هو مثلث وعلي اختار دايرة، اما العجوز فاختار النجمة، وطبعا جيوان اختار الشمسية الجزء اللي متبقي يعني. طلعت اللعبة ان هيتوزع عليهم قرص سكر مرسوم عليه الشكل في النص اللي هم اختاروه يعني، ودورهم يخرجوا الشكل من غير ما يحصل له اي حاجة. فطبعا جيوان فقري لان الشكل بتاعه صعب جدا وفيه تفاصيل كتير. بدأت اللعبة واي حد بيبوظ شكله كان بيتقتل فورا، وطبعا اللي اختاروا مثلث عرفوا يخلصوا بسرعة، اما جيوان فكان محتاس في الشكل بتاعه لحد ما اكتشف ان المية بتدوب السكر، فبدأ يعمل اللي انتوا شايفينه ده، والمهم الباقي قلدوه وكسبوا كلهم بسببه وبسبب ذكائه. واللي كان موجود وسط الجنود وقتها هو الضابط اللي شك فيه واحد زميله، ولكن الحمد لله زميله ده اتقتل من القائد علشان كشف وشه قدام لاعب، وطلع ان اي حد من الجنود بيتعرف وشه بيتقتل، يعني الله اكبر لا رحمين لاعبين ولا رحمين جنود. بدأت الجايزة تتحط في الحصالة قصادهم ودولهم غداهم اللي كان عبارة عن بيضة وسيفن تقريبا دعما للدايت ولا ايه مش عارفة، بس البلطجي وشلته ما كفهوش الاكل ده، اكل عصافير خالص، وقفوا في الطابور من تاني، فالاكل ما كفاش وفي ناس ما خدتش، فاعترضوا ومسك واحد منهم في البلطجي اللي قتله في ثانية. وبكل بساطة الجنود خدوه وتحط بداله فلوس، فكده ممكن يقتلوا بعض عادي علشان يزودوا الجايزة. جيب الليل والكل بقى يضرب في كله، وكان البلطجي مستقصد النشالة ولكن حماها جيوان، وبعد قتل كتير جدا دخلوا الجنود يلموا الجثث الباقية، وطلعوا 27 واحد مات واتبقى بس 80 لاعب. جه وقت اللعبة التالتة وكان لازم يكونوا فريق من 10 أشخاص، فريق جيوان كان ناقصه واحد، وفريق البلطجي كانوا تخلوا عن البنت فدخلت في فريق جيوان. بدأ الشرح وطلعوا هيلعبوا شد الحبل، فطبعا دي مصيبة لأن فريق جيوان فيه راجل عجوز وثلاث ستات فهم الأضعف هنا، ولكن الراجل العجوز عرفهم طريقة اللعب ازاي وعلمهم خطة، وفعلا الفريق اللي قصادهم خسروا مع ان كان كلهم رجالة يعني، وقعوا كلهم وماتوا واتحطوا في التوابيت دي علشان يتحرقوا زي الباقي. ولاحظ الضابط وهو واقف واحد زميله بيرسم علامة على تابوت معين، وطلع ده لسه عايش فبياخدوا أعضاؤه بعدين يحرقوه، واللي بيساعدهم في ده واحد دكتور من ضمن اللاعبين، وكان الجندي اللي الضابط لبس هدومه معاهم يعتبر اللي هو رقم 29، فقدر يدخل الأوضة ويشوفهم بينيلوا ايه، وسمعهم بيتكلموا عن الضحية اللي فاتت وان كان عنده كلية واحدة، فشك ان ده يبقى اخوه. طلبوا منه هو واحد تاني ياخدوا الاعضاء يعوموا بيها للطرف التاني من الجزيرة ويسلموها للناس اللي هناك، فخدوا زميله وعدم الممر غريب كده وقالوا ده بتاع الشخصيات المهمة،
فسأله هما مين دول؟ فشك فيه وخلاه يقلع الماسك، فقاله عادي ولكن طلع مسدسه وهدده بيه. سأله على الضحية اللي فاتت اللي هي ممكن تكون أخوه، فالجندي قاله إنها كانت بنت أصلاً وإنه ممكن يساعده يدور على أخوه ده لأنه عارف مكان ملفات اللاعبين فين. فسأله هي فين؟ قاله في أوضة القائد، فرح قتله. طلع على أوضة القائد يدور فيها، في الوقت ده كان الدكتور قلب على الجنود علشان معرفهوش إيه اللعبة الجاية، وقتل واحد فيهم وهرب، ولكن جري وراه تاني وكشف له عن وشه علشان يثق فيه، وكان هيغفله ويقتله لولا القائد جه وقتل الجندي ده علشان خالف القوانين وكان بيخلي الدكتور يعرف اللعبة قبل الباقي، وده اسمه غش، وأنا أقتل في الناس لكن أغش لا معلش إلا المبادئ. قتله وبعدها جندي جه وقتل الدكتور كمان، وعلقوهم كلهم قصاد الباقي واعتذروا لهم عن الغش اللي حصل، بجد ما شفتش في اخلاقهم. دخلوا للعبة الرابعة وكانوا لازم يكونوا فريق من شخصين، فكل واحد اختار اقرب حد ليه، واتبقى دي لوحدها، فالجنود جم وشالوها وما دخلوهاش اللعبة، تقريبا هتتقتل. اللعبة بقى كانت عبارة عن ايه؟ كل واحد معاه 10 كرات، اسمها بلي عندنا فانا هقول 10 بليات، فدوره هنا ان هو لو عايز يكسب ياخد ال10 بليات اللي مع التاني، فمعنى كده انه لازم يكون معاه 20، ولكن ياخدهم من غير اي عنف. طبعا دي مأساة لان كده كل واحد هيخسر اقرب حد ليه. بدأت اللعبة وحظ علي الاجنبي كان في السماء وكسب 9 بليات من وو، وكان فاضل له بلية واحدة. ساعتها اقنعه وو يفضل يماطل في اللعبة علشان لما الوقت يخلص اكيد هيلعبوهم فريق ضد فريق، وكده هيعيشوا هما الاتنين، ولكن لازم الاول يخبي البلي بتاعه ويبقى ناصح كده، فعمل له سلسلة علشان يحافظ عليهم ولفها على رقبته، ولكن بعدين علي اكتشف انه هو نصب عليه وحط له حجره في الكيس بتاعه وكسب هو، فاتقتل علي. واللي كان بينصب برضه هو جيوان، كان بيلعب مع الراجل العجوز فاستغل ان هو مش مركز ونصب عليه لحد ما العجوز اتبقى معاه بليه واحده بس، وطلع كان عارف من البدايه ان هو بينصب عليه طول اللعبه، ولكن ودعه واداله اخر بليه معاه واتقتل هو كمان. اما النشاله بقى لقت اللي معاها في الفريق بتتنازل عن كراتها كلها ليها، فتجننت وسالتها هي ليه بتضحي بنفسها، فقالت لها ما عنديش حاجه اخرج عشانها من هنا لكن انتي عندك، فاتقتلت برضو. الحزن كان مسيطر على الكل بعد اللي حصل، بالذات الراجل ده اللي مراته كانت في فريقه واتقتلت، فما قدرش يستحمل وانتحر. لقوا ان الست اللي ما لقتش فريق لسه عايشه، امراه لا تموت، فبقى كده عددهم 16. فضل الضابط يدور في الملفات واكتشف ان اخوه لعب اللعبه دي من 5 سنين، يعني في سنه 2015، وكان من المحظوظين اللي كسبوا فيها. صور كل حاجه واتنكر في لبس حد تاني وبقى يخدم الشخصيات المهمه اللي جت تتفرج وتراهن على اللي بيلعبوا، مين هيكسب يا ترى في الاخر؟ حياه الاغنيه صعبه جدا يا جماعه. جهزوهم للعبة الجاية وكان لازم كل واحد فيهم يختار رقم من 1 ل16. كان هيختار جيوان رقم 1 ولكن لقى واحد عايزه فسابهوله، خد الرقم المتبقي اللي كان 16. دخلوا الملعب لقوا اللعبة عبارة عن جسر معمول من مكعبات إزاز، مكعبين جنب بعض، نوع يقدر يستحمل 2 لاعبين عليه، ونوع أول ما تلمسه هيقع بيك وتموت. بدأوا يلعبوا وطبعا يحظ اللي في الآخر، لأن عقبال ما يجي دوره هيدوس على الإزاز الحقيقي بس، أما الباقي هيبقى تكسر خلاص، ولكن مش يحظه قوي علشان في وقت محدد، واللي قدام خايفين يعدوا وبيضيعوا وقت، واللي كان خايف يعدي البلطجي اللي جت من وراه الست دي وقالت له عديني عم انت نط مكانك، فعدها وصدقها وطلعت كدابة، خدته معاها ووقعت وماتوا سوا، وفي الآخر اتبقى 4 بس، وكان أول واحد فاضله خطوة واحدة ويوصل ولكنه مرضيش يتحرك إلا لما يتأكد إيه الأصلي وإيه اللي مش أصلي، وطلع طول الوقت ده كان عارف يفرق ما بينهم، ولاحظ القائد ده فقفلهم النور عشان ما يلاحظش الانعكاس بتاعه، فضل متنح ومش راضي يتحرك أبدا، فجيوا من وراه وزقوا على الإزاز فاتكسر واحد فراح نطت على التانية السليمة، وعدى وعدت وراه البنت وجيوان عدى وراهم اللي كان مصدوم من اللي عمله وو، ولكن اتصدم أكتر لما شاف الإزاز وهو بيتدمر قصادهم. بقت الشخصيات المهمة في قمة استمتاعها من اللعبة ما عدا المتخلف ده اللي كان مركز مع الضابط وعايزه يقلع الماسك علشان عينيه عجباه قوي، فتحايل عليه يروحوا مكان لوحدهم، فالمتخلف فرح قوي وراح وحاول يتحرش بيه هناك، ولكن اتفاجئ بالضابط بيهدده بالمسدس اللي معاه وصوره بموبايله فيديو هو بيتكلم عن اللعبة وضربه في الآخر وهرب. فلما اكتشف القائد الموضوع اللي حصل ده أمر جنوده كلها تدور عليه، واكتشفوا ان هو عامل الطرف التاني من الجزيرة، فجري وراه يحصلوه بسرعة. قعد يبعت كل حاجة للضابط مديره ولكن قفشوا القائد، فهددوا ان هو ضابط وهيقبض عليه هو وجماعته، وانه بعت الادلة كلها للبوليس، فقال له من امتى يعني هما بيتحركوا بسرعة، استهدى بالله يا ابني وتعالى معايا، وقلع له الماسك وطلع اخوه اصلا اللي بيدور عليه. اتصدم يا عيني بالذات لما لقى اخوه بيضربه ووقع في المية. رجع القائد اللي هو اخوه يعني للعبة وكان مصدوم من اللي عمله في اخوه، وكان مش مصدق نظراته ليه وهو مصدوم، ولكن كمل عادي. عملوا اكله تحفه للثلاثه اللي اتبقوا، ولكن البنت ما كلتش كويس، فقلق عليها وون فقالت له اوعدني لو كسبت تهتم باخويا الصغير، وانا يا عم لو كسبت ههتم بعيلتك، فقال لها بس يا بنت احنا هنخرج من هنا احنا الاثنين كسبانين.
وقام علشان يخلص على ووب السكينة اللي سابوها لهم بعد الغدا، وكان قرب منه خلاص وهيقتله، ولكن البنت فوقته ان هو مش وحش كده ابدا فبلاش يقتله. ففعلا ورجع يقعد جنبها بسلام، ولكن لاحظ انها اتعورت من الازاز جامد قوي وفقدت دم كتير، فجري يناديهم ينقذوها. ففتحوا له فعلا الباب ولكن شايلين تابوت. طلع وقام من نومه وقتلها، اتصدم تاني فيه وبقى عايز يقتله المرة دي، ولكن الجنود منعوه. جه وقت اللعبة الأخيرة، وكانت لعبة الحبار اللي كانوا بيلعبوها سوا وهم صغيرين. بدأوا يلعبوا أو بمعنى أصح بيتخانقوا لحد ما جه وون يعتبر فاز، ولكن قبل ما يوصل لنقطة النهاية رجع للجندي وقال له إن هو عايز يستسلم وينهي اللعبة كلها، ولو كان وافق ويستسلم هو كمان كانت اللعبة تنتهي وما يتقتلش حد فيهم، ولكنه رفض وقتل نفسه. زعل قوي عليه جوان، ومع إنه بقى الكسبان بقى كاره حياته. رموه في الشارع من تاني، ولكن المرة دي معاه فيزا وحسابه البنكي محطوط فيه الجايزة، كانت حوالي 49 مليون دولار. بقى مش مصدق الرقم ده كله، ورجع على مامته يعرفها الخبر، لقاها ماتت أصلا. عدت سنة وما سحبش أي حاجة من فلوسه، فبقى عايش متشرد لحد ما في مرة اتبعت له كارت اللعبة من تاني وعليه عنوان. راح هناك لقى شخص كان آخر شخص يتوقعه موجود، الرجل العجوز صاحبه في اللعبة، وطلع ما ماتش ولا حاجة وهو المسؤول عن كل اللي حصل. بقى هيتجنن وسأله طب ليه بيعمل كل ده، فقال له هجاوبك لو لعبت معايا اخر لعبة. بص الراجل اللي هناك ده شكله شارب، لو قعد فترة كمان في نفس المكان هيموت من التلج، فانا هراهن ان هو هيموت ومحدش هيعبره. اما جيوان فراهن ان اكيد حد هيقف ويساعده، فكان مستغربه قوي ان هو لسه بيثق في البشر، ولكن بدأ يحكي له ان هو شخص غني جدا ولكن زي وزي الفقير مش فرحان في حياته. فاقترح على اصحابه الاغنياء يعملوا اللعبة دي ويراهنوا على اللي بيلعبوا مين هيكسب فيهم، زيهم زي الاحصنة يعني، وانا سبتك تعيش علشان انت لعبت معايا ورجعتني لزمن الطفولة البريء. وساعتها جه واحد وانقذ الراجل اللي راهنوا عليه زي ما هون قال، ولسه بيقول للراجل لقامت اصلا. راح ظبط شكله وخد اخو البنت النشالة من الملجأ واداه لمامة جاره اللي مات في اللعبة، وادا لها فلوس كتيرة قوي وكتب لها ان ده دينه لابنها. جهز نفسه يسافر لبنته كمان، ولكن في المترو شاف نفس الراجل اللي اداله الكارت وكان بيلعب مع واحد غيره وبرضه بيضربه بالإقلام، فجري عليه ولكن قدر يهرب منه. فخد الكارت من الولد واتصل بالرقم وقال لهم اسمه ومعلوماته، وقعد يهزقهم وقال لهم انه مش مسامحهم. لقى القائد بيرد عليه وقال له ان الاحسن يركب الطيارة اللي قصاده ويسافر، ولكنه ما سمعش كلامه ورجع.